بسم الله الرحمن الرحيم. دعاء جوشن كبير is the word of the Almighty Allah, revealed to Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam when the Prophet was in a battle and was wearing a heavy armor. Allah instructed him to recite this dua, saying that this dua is a protection for you and your nation. It is also reported that the Almighty is ashamed to punish someone on whose shroud this dua is written. One who recites this dua sincerely on the first of the sacred month of Ramadan will be blessed to perceive Laylatul Qadr. Allah will create 70,000 angels to praise and to glorify Him, and the reward to be registered for the person who has recited this dua. One who recites this dua 3 times in the sacred month of Ramadan will be awarded with the paradise and protection from the fire. Allah will appoint 2 angels to protect him from committing sins for the duration of his life. This dua has 100 segments, and each segment contains 10 names of the Almighty Allah, with the exception of segment 55, which has 11 names. Altogether, this sacred dua has 1001 names of Allah Tabaraka wa Ta'ala. After each segment, recite Subhanaka ya la ilaha illa ant Al-Ghawth, Al-Ghawth, Khallisna minan nar ya Rab. Glory be to you, there is no God but you. Help, help, protect us from the fire, O Lord. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث صل على محمد وآله خلصنا من النار يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم سبحانك يا لا إله إلا أنت يا سيد السادات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات يا معطي المسألات يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا عالم الخفيات يا دافع البليات سبحانك يا الله يا خير الغافرين يا خير الفاتحين يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الرازقين يا خير الوارثين يا خير الحامدين يا خير الذاكرين يا خير المنزلين يا خير المحسنين سبحانك يا رب
یا من له العزت والجمال، یا من له القدرت والکمال، یا من له الملك والجلال، یا من هو الكبير المتعال، یا منشأ السحاب الثقال، یا من هو شديد المهال، یا من هو سريع الحساب، یا من هو شديد العقاب، یا من عنده حسن الثواب، یا من عنده ام الكتاب. اللهم إني أسألك باسمك يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا سلطان يا رضوان يا غفران يا سبحان يا مستعان يا ذا المن والبيان سبحانك يا يا من تواضع كل شيء لعظمته، يا من استسلم كل شيء لقدرته، يا من ذل كل شيء لعزته، يا من خضع كل شيء لهيبته، يا من انقاد كل شيء من خشيته، يا من تشققت الجبال من مخافته، يا من قامت السماوات بأمره، يا من استقرت الأرضون بإذنه، يا من يسبح الرعد بحمده، يا من لا يعتدي على أهل مملكته. غافر الخطايا، يا كاشف البلايا، يا منتهى الرجايا، يا مجزل العطايا، يا واهب الهدايا، يا رازق البرايا، يا قاضي المنايا، يا سامع الشكايا، يا باعث البرايا، يا مطلق الأسارى. يا ذا الحمد والسلام، يا ذا الفخر والبهاء، يا ذا المجد والسلام، يا ذا العهد والوفاء، يا ذا العفو والرضا، يا ذا المن والعطاء، يا ذا الفصل والقضاء، يا ذا العز والبقاء، يا ذا الجود والسخاء، يا ذا العلاء والنعماء. اللهم إني أسألك باسمك يا مانع يا دافع يا رافع يا صانع يا نافع يا سامع يا جامع يا شافع يا باسط يا موسس. يا صانع كل مصنوع، يا خالق كل مخلوق، يا رازق كل مرزوق، يا مالك كل مملوك، يا كاشف كل مكروه، يا فارج كل محموم، يا رائم كل مرموم، يا
ناصر كل مخذول يا ساتر كل معيوب يا ملجأ كل متروك سبحانك يا لا إله إلا يا عدتي عند شدتي يا رجائي عند مصيبتي يا مونسي عند وحشتي يا صاحبي عند غربتي يا ولي عند نعمتي يا غياثي عند كربتي يا دليلي عند حيرتي يا قنائي عند افتقاري يا ملجئي عند اضطراري يا معيني عند مفزعي سبحانك يا لا اله الا يا علام الغيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا كاشف الكروب يا مغلب القلوب يا طبيب القلوب يا منور القلوب يا أنيس القلوب يا مفرج الهموم يا منفس الغموم سبحانك يا اللهم إني أسألك باسمك يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا دليل يا قبيل يا مديل يا منيل يا مغيل يا مهيل سبحانك يا يا دليل المتعيرين يا قياس المستغيثين يا صريخ المستصرخين يا جار المستجيرين يا امان الخائفين يا امن المؤمنين يا راغم المساجين يا ملجأ العاصين يا غافر المذنبين يا مجيب دعوة المضطرين يا ذا الجود والإحسان يا ذا الفضل والامتنان يا ذا الأمن والأمان يا ذا القدس والسبحان يا ذا الحكمة والبيان يا ذا الرحمة والرزوان يا حجة يا ذا الجل يا ذا الحجة والبرهان يا ذا الحجة والبرهان يا ذا العظمة والسلطان يا ذا الرأفة والمستعان يا ذا العفو والغفران سبحانك يا لا إله إلا أنت يا من هو رب كل شيء يا من هو إله كل شيء يا من هو خالق كل شيء يا من هو صانع كل شيء يا من هو قبل كل شيء يا من هو بعد كل شيء يا من هو فوق كل شيء يا من هو عالم بكل شيء يا من هو قادر على كل شيء يا من هو يبقى ويفنى كل شيء سبحانك يا لا إله إلا أنت
اسألك باسمك يا مؤمن يا مهيمن يا مكون يا ملقي يا مبين يا مؤبد يا ممكن يا مزين يا مؤلن يا مغسل سبحانك يا لا يا من هو في ملكه مقيم يا من هو في سلطانه قديم يا من هو في جلاله عظيم يا من هو على عباده رحيم يا من هو بكل شيء عليم يا من هو بمن عصاه حليم يا من هو بمن رجا كريم يا من هو في صنعه حکیم یا من هو في حکمته لطیف یا من هو في لطفه قدیم سبحانك يا لا يا من لا يرجى إلا فضله يا من لا يسأل إلا عفوه يا من لا ينذر إلا بره يا من لا يخاف إلا عدله يا من لا يدوم إلا ملكه يا من لا سلطان إلا سلطانه يا من وسعت كل شيء رحمته يا من سبقت رحمته غضبه يا من أحاط بكل شيء علمه يا من ليس أحد مثله سبحانك يا فارج الهم يا كاشف الغم يا غافر الذنب يا قابل التوب يا خالق الخلق يا صادق الوعد يا موفي العهد يا عالم السر يا فالق الحق يا رازق الأنام اللهم إني أسألك باسمك يا علي يا وفي يا غني يا ملي يا حفي يا رضي يا زكي يا بدي يا قوي يا ولي سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاص خلصنا النار يا رب يا من أظهر الجميل يا من ستر الغبي لمن لم يؤاخذ بالجريرة يا من لم يهتك السد يا أديم الأب يا حسن التجاوب يا باسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى سبحانك يا لا إله إلا يا ذا النعمة السابقة يا ذا الرحمة الواسعة يا ذا المنة السابقة يا ذا الحكمة البالغة يا ذا القدرة الكاملة يا ذا الحجة القاطعة يا ذا الكرامة الظاهرة يا ذا العزة الدائمة يا ذا القوة المتينة يا ذا العظمة المنيئة سبحانك يا الله
مضعف الحسنات، یا ماهی السیئات، یا شدید النقمات. اللهم إني أسألك باسمك يا مصور يا مقدر يا مدبر يا مطهر يا منور يا ميسر يا مبشر يا منذر يا مقدم يا مؤخر. شهر الحرام یا رب البلد الحرام یا رب الرکن والمقام یا رب المشعر الحرام یا رب المسجد الحرام یا رب الهل والحرام یا رب النور والولا یا رب التحیت والسلام یا رب قدرت فرعنا. یا احکم الحاکمین یا عدل العادلین یا اصدق الصادقین یا اطهر الطاهرین یا احسن الخالقین یا اسرع الحاسبین یا اسمع السامعین یا ابصر الناظرین یا اشفع الشافعین یا اکرم الاکرمین. سبحانك یا لا اله الا یا سند من لا سند علی یا زخر من لا زخر علی یا حرز من لا حرز علی یا قیاس من لا قیاس علی یا فخر من لا فخر علی یا عز من لا عز علی یا معین من لا معین علی یا انیس من لا انیس علی یا امان من لا امان علی. اللهم انی اسألک بسمك يا عاصم يا قائم يا دائم يا راغب يا سالم يا راكب يا عالم يا قاسم يا قابض يا باسم. یا عاصم من استعصم یا راحم من استرحم یا غافر من استغفر یا ناصر من استنصر یا حافظ من استحفظ یا مکرم من استکرم یا مرشد من استرشد یا صریخ من استصرخ یا معین من استعان یا مغیث من استغاث. سبحانك یا لا اله الا عزیز الله یدان یا لطیف الله یران یا قیوم الله ینام یا دائم الله یفور یا حی الله یموت یا ملک الله یزور یا
باقی لا یفنا یا عالم لا یجهل یا صمد لا یتم یا قوی لا یدعو. يا عزيز لا يضام يا لطيف لا يرام يا قيوم لا ينام يا دائم لا يفوت يا حي لا يموت يا ملك لا يزول يا باقي لا يفنى يا عالم لا يجهل یا صمد لا یتعب یا قوی لا یدعو. سبحانك یا لا اله الا انت اللهم انی اسألك بسمك يا أحد يا واحد يا شاهد يا ماجد يا حامد يا راشد يا باعث يا وارث يا ضار يا نافع. يا أعظم من كل عظيم يا أكرم من كل كريم يا أرحم من كل رحيم يا أعلم من كل عليم يا أحكم من كل حكيم يا أقدم من كل قدير يا أكبر من كل كبير يا ألطف من كل لطيف يا أجل من كل جليل يا أعز من كل عزيز. يا كريم الصف يا عظيم المن يا كثير الخير يا قديم الفضل يا دائم اللطف يا لطيف الصون يا منفس الكرب يا كاشف الضر يا مالك الملك يا قاضي الحق. يا من هو في عهده وفي يا من هو في وفائه قوي يا من هو في قوته علي يا من هو في علوه قريب يا من هو في قربه لطيف يا من هو في لطفه شريف يا من هو في شرفه عزيز يا من هو في عزه عظيم يا من هو في عظمته مجيد يا من هو في مجده حميد. سبحانك يا لا اله الا بسمك يا كافي يا شافي يا وافي يا معافي يا هادي يا داعي يا قاضي يا راضي يا علي يا باقي. يا من كل شيء خاضع لك يا
يا من كل شيء خاشع له، يا من كل شيء كائن له، يا من كل شيء موجود به، يا من كل شيء منيب إله، يا من كل شيء خائف منه، يا من كل شيء قائم به، يا من كل شيء صائر إله، يا من كل شيء يسبح بحمده، يا من كل شيء هالك إلا وجهه. يا من لا مفر إلا إليك، يا من لا مفزع إلا إليك، يا من لا مقصد إلا إليك، يا من لا منجا منه إلا إليك، يا من لا يرغب إلا إليك، يا من لا حول ولا قوة إلا به، يا من لا يستعان إلا به، يا من لا يتوكل إلا عليك، يا من لا يرجى إلا هو، يا من لا يعبد إلا هو. يا خير المرهوبين، يا خير المرغوبين، يا خير المطلوبين، يا خير المسؤولين، يا خير المقصودين، يا خير المذكورين، يا خير المشكورين، يا خير المحبوبين، يا خير المدعوين، يا خير المستأنسين. اللهم إني أسألك باسمك يا غافر يا ساتر، يا قادر يا قادر، يا فاتر يا كاسر، يا جابر يا ذاكر، يا نادر يا ناصر. يا من خلق فسوى، يا من قدر فهدى، يا من يكشف البلوى، يا من يسمع النجوى، يا من ينقذ الغرقى، يا من ينجي الألقى، يا من يشفي المرضى، يا من أضحك وأبكى، يا من أمات وأحيا، يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى. يا من في البر والبحر سبيله، يا من في الآفاق آياته، يا من في الآيات برهانه، يا من في الممات قدرته، يا من في القبور عبرته، يا من في القيامة ملكه، يا من في الحساب عيبته، يا من في الميزان قضاؤه، يا من في الجنة ثوابه، يا من في النار عقابه. يا من إليه يهرب الخائفون، يا
من الیه یفزع المذنبون، یا من الیه یقصد المنیبون، یا من الیه یرغب الزاهدون، یا من الیه یلجا المتعیرون، یا من بهی یستأنس المریدون، یا من بهی یستأنس المریدون، یا من بهی یفتخر المحبون، یا من فی عفه یطمع الخاطئون، یا من الیه یسکن الموقنون، یا من علیه یتوکل المتوکلون. یا اللهم انی اسألک باسمک یا حبیب و یا طبیب، یا غریب و یا رقیب، یا حسیب و یا محیب، یا مصیب و یا مجیب، یا خبیر و یا بصیر. یا اقرب من کل قریب، یا احب من کل حبیب، یا ابصر من کل بصیر، یا اخبر من کل خبیر، یا اشرف من کل شریف، یا ارفع من کل رفیع، یا اغوا من کل قبیح، یا اغنا یا اجود من کل جواد، یا ارعف من کل رؤوف. یا غالبا غیر مغلوب، یا صانعا غیر مسلوب، یا خالقا غیر مخلوق، یا مالکا غیر مملوک، یا قاهرا غیر مبهور، یا رافعا غیر مرفوع، یا حافظا غیر محفوظ، یا ناصرا غیر منصور، یا شاهدا غیر غائب، یا غریبا غیر بعید. یا نور النور، یا منور النور، یا خالق النور، یا مدبر النور، یا مقدر النور، یا نور کل نور، یا نور قبل کل نور، یا نور بعد کل نور، یا نور فوق کل نور، یا نورا لیسا کمثله نور. یا من عطاؤه شریف، یا من فعله لطیف، یا من لطفه مقیم، یا من احسانه قدیم، یا من قوله حق، یا من وعده صدق، یا من عفوه فضل، یا من عذابه عدل، یا من ذکره حل، یا من فضله امین. اللهم انی اسألک باسمك یا مسهل و یا مفسر، یا مبدل و یا مدبر،
يا مبدل يا مذلل يا منزل يا منبل يا مفضل يا مجزل يا ممهل يا مجمل. من یرا ولا یرا یا من یخلق ولا یخلق یا من یهدی ولا یهدا یا من یحیی ولا یحیا یا من یسأل ولا یسأل یا من یطعم ولا یطعم یا من یجیر ولا یجار علی یا من یغنی ولا یغضی علی یا من یحکم ولا یحکم علی یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا نعم الحسیب یا نعم الطبیب یا نعم الرقیب یا نعم الغریب یا نعم المجیب یا نعم الحبیب یا نعم الکفیل یا نعم الوکیل یا نعم المولا یا نعم النصیر. یا سرور العارفین یا من المحبین یا انیس المریدین یا حبیب التوابین یا رازق المقلین یا رجاء المذنبین یا قرة عین العابدین یا منفس عن المکروبین یا مفرج عن المغمومین یا اله الاولین والآخرین. اللهم انی اسألک باسمک یا ربنا یا الهنا یا سیدنا یا مولانا یا ناصرنا یا حافظنا یا دلیلنا یا مقیننا یا حبیبنا یا طبیبنا. يا رب النبيين والأبرار يا رب الصديقين والأخبار يا رب الصديقين والأخيار يا رب الجنة والنار يا رب الصغار والكبار يا رب الحبوب والثمار يا رب الأنهار والأشجار يا رب السهاري والغفار يا رب البراري والبهار يا رب الليل والنهار يا رب الأعلان والأسرار. يا من نفذ في كل شيء امره يا من لحق بكل شيء علمه يا من بلغت الا كل شيء قدرته يا من بلغت الى كل شيء قدرته يا من لا تحصل عباد نعمه يا من لا تبلغ الخلائق شكرا يا من لا تدرك الافهام جلاله يا من لا تنال الاوهام كنها يا من العظمه والكبرياء رضا يا من لا ترد العباد قضاء يا من لا ملك الا
أتى إلا أتى. يا من له المثل الأعلى، يا من له الصفات العليا، يا من له الآخرة والأولى، يا من له الجنة المأوى، يا من له الآيات الكبرى، يا من له الأسماء الحسنى، يا من له الحكم والقضاء، يا من له الهواء والفضاء، يا من له العرش والثرى، يا من له السماوات العلى. اللهم إني أسألك باسمك يا رب يا غفور يا صبور يا شكور يا رؤوف يا لطوف يا مسؤول يا ودود يا صبوح يا قدوس. يا من في السماء عظمته، يا من في الأرض آياته، يا من في كل شيء دلائله، يا من في البحار عجائبه، يا من في الجبال خزائنه، يا من يبدأ الخلق ثم يعيده، يا من إليه يرجع الأمر كله، يا من أظهر في كل شيء لطفا، يا من أحسن كل شيء خلقا، يا من تصرف في الخلائق قدرته. يا كافي من استكفى، يا حبيب من لا حبيب له، يا طبيب من لا طبيب له، يا مجيب من لا مجيب له، يا شفيق من لا شفيق له، يا رفيق من لا رفيق له، يا مغيث من لا مغيث له، يا دليل من لا دليل له، يا أنيس من لا أنيس له، يا راهم من لا راهم له، يا صاحب من لا صاحب له. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاص الغاص. يا كافي من استكفى، يا هادي من استهدى، يا قارئ من استكلى، يا راعي من استرى، يا شافي من استشفى، يا قاضي من استغفر، يا مغني من استغنى، يا موفي من استوفى، يا مقوي من استقوى، يا ولي من استولى. سبحانك يا لا إله إلا سألك باسمك يا خالق و يا رازق، يا ناطق و يا صادق، يا فالق و يا فارق، يا فاتق و يا راتب، يا سابق و يا سامق. يا من يقلب الليل والنهار، يا من جعل الظلمات والأنوار، يا من
قدر لبر حروم یا من سخر الشمس والقمر یا من قدر الخير والشر یا من خلق الموت والحياة یا من له الخلق والأمر یا من لم يتق صاحبة ولا ولدا ليس له شريك في المول يا من لم يكن له ولي من الضال يا من يعلم مراد المريد يا من يعلم ضمير الصامت يا من يسمع أنين الواهنين يا من يرى بكاء الخائفين يا من يرى بكاء الخائفين يا من يملك حوائج السائلين يا من يقبل أمر التائبين يا من لا يصلح عمل المفسدين يا من لا يضيع أجر المحسنين يا من لا يبعد عن قلوب العارفين يا أجود الأجودين يا دائم البقاء يا سامع الدعاء يا باسع العطاء يا غافر الخطاء يا بديع السماء يا حسن البلاء يا جميل السناء يا قديم السناء يا كثير الوفاء يا شريف الجزاء خلصنا من النار اللهم إني أسألك باسمك يا ستار يا غفار يا قهار يا جبار يا صبار يا بار يا مختار يا فتاح يا نفاح يا مرتاح يا من خلقني وسواني يا من رزقني ورباني يا من أطعمني وسقاني يا من قربني وأدناني يا من عصمني وكفاني يا من عافتني وكلاني يا من أعزني وأغناني يا من وفقني وهداني يا من آنسني وآباني يا من أماتني وأحياني يا من يحب الحق بكلماته يا من يقبل التوبة عن عباده يا من يهول بين المرء وقلبه يا من لا تنفع الشفاعة إلا بإذنه يا من هو أعلم بمن ضل عن سبيله يا من لا معقب لحكمه يا من لا راد لقضائه يا من انقاد كل شيء لأمره يا من السماوات مطويات بيمينه يا من يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته يا من جعل الأرض مهادا يا
من جعل الجبال اوتادا، یا من جعل الشمس سراجا، یا من جعل القمر نورا، یا من جعل الليل لباسا، یا من جعل النهار معاشا، یا من جعل النوم سباتا، یا من جعل السماء بنا، یا من جعل الاشیاء ازواجا، یا من جعل النار مرصادا. سمیع و یا شفیع، یا رفیع و یا منیع، یا سریع و یا بدیع، یا کبیر و یا قدیر، یا خبیر و یا مجیر. یا حیان قبل کل حی، یا حیان بعد کل حی، یا حی الذی لیس کمثله حی، یا حی الذی لا یشارک حی، یا حی الذی لا یحتاج الی حی، یا حی الذی یمیت کل حی، یا حی الذی یرزق کل حی، یا حی لم یرث الحیاة من حی، یا حی الذی یحیی الموتا، یا حی یا قیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. يا من له ذكر لا ينسى، يا من له نور لا يطفى، يا من له نعم لا تعطيا، يا من له نعم لا تعد، يا من له ملك لا يزول، يا من له ثناء لا يحصى، يا من له جلال لا يكيف، يا من له كمال لا يدرك، يا من له قضاء لا يرد، يا من له صفات لا تبدل، يا من له نعوت لا تغير. طالبین یا ظهر اللاجین، یا مدرک الهاربین، یا من یحب الصابرین، یا من یحب التوابین، یا من یحب المتطهرین، یا من یحب المحسنین، یا من هو اعلم بالمهتدین. اللهم إني أسألك باسمك يا شفيق يا رفيق، يا حفيظ يا معين، يا مقيت يا مقيس، يا معز يا مذل، يا مبدئ يا معين. سبحانك يا لا إله إلا أنت. يا من هو احد بلا ند، يا من هو فرد بلا ند، يا من هو صمد بلا،
يا من هو بتر بلا كاي يا من هو قائم بلا نار يا من هو رب بلا وزير يا من هو عزيز بلا ذل يا من هو غني بلا فقر يا من هو ملك بلا عرش يا من هو موصوف بلا شبيه سبحانك يا لا اله الا يا من ذكره شرف للذاكرين يا من شكره فوز للشاكرين يا من حمده الذل للحامدين يا من طاعته نجاة للمطيعين يا من بابه مفتوح للطالبين يا من سبيله واضح للمنيبين يا من آياته برهان للناظرين يا من كتابه تذكرة للمتقين يا من رزقه أموم للطائعين والعاصين يا من رحمته قريب من المحسنين يا من تبارك اسمه يا من تعالى جده يا من لا اله غيره يا من جل ثناؤه يا من تقدس اسمه يا من يدوم بقاؤه يا من العظمة بهاؤه يا من الكبرياء رضاه من لا تحصال يا من لا تعد نعما اللهم إني أسألك باسمك يا معين يا أمين يا مبين يا متين يا مكين يا رشيد يا حميد يا مجيد يا شديد يا شهيد يا ذا العرش المجيد يا ذا الغول السديد يا ذا الفعل الرشيد يا ذا البطش الشديد يا ذا الوعد والبعيد يا من هو الولي الحميد يا من هو فعال لما يريد يا من هو قريب غير بعيد يا من هو على كل شيء شهيد يا من هو ليس عبد الله إلا العبيد يا من لا شريك له يا من لا شريك له ولا وزير يا من لا شبيه له ولا نظير يا خالق الشمس والقمر المنير يا مغني الباس الفقير يا رازق الطفل الصغير يا رحم الشيخ الكبير يا جابر العظم الجسير يا عصمة الخائف المستجير يا من هو بعباده خبير بصير يا من هو على كل شيء قدير
يا ذا الجود والنعمة يا ذا الجود والنعمة يا ذا الفضل والكرم يا خالق اللوح والقلم يا بارئ الضر والنسب يا ذا البأس والنقم يا ملهم العرب والعجم يا كاشف الضر والألم يا عالم السر والهمم يا رب البيت والحرم يا من خلق الأشياء من العدم. اللهم إني أسألك باسمك يا فاعل يا جائع يا قابل يا كامل يا فاصل يا واصل يا عادل يا غالب يا طالب يا ظاهر. يا من انعم بطوله يا من اكرم بجوده يا من جاد بلطفه يا من تعزز بقدرته يا من قدر بحكمته يا من حكم بتدبيره يا من دبر بعلمه يا من تجاوز يا من تجاوز بعلمه يا من دنا في علمه يا من علا في دنوه. يا من يخلق ما يشاء يا من يفعل ما يشاء يا من يهدي من يشاء يا من يضل من يشاء يا من يعذب من يشاء يا من يغفر لمن يشاء يا من يعز من يشاء يا من يذل من يشاء يا من يسبر في الأرحام ما يشاء يا من يختص برحمته من يشاء. يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا يا من جعل لكل شيء قدرا يا من لا يشرك في حكمه أحدا يا من جعل الملائكة رسلا يا من جعل في السماء بروجا يا من جعل الأرض قرارا يا من خلق من الماء بشرا يا من جعل لكل شيء أمدا يا من أحاط بكل شيء علما يا من أحصى كل شيء عددا. اللهم إني أسألك باسمك يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا بر يا حق يا فرد يا بر يا صمد يا سرمد. يا خير معروف عرف يا أفضل معبود عبد يا أجل مشكور شكر يا أعز مذكور ذكر يا أعلى محمود عبد يا أقدم موجود طلب يا عرف موصوف غسل يا أكبر مقصود غسل يا أكرم مسؤول سؤال يا أشرف محبوب أولى.
يا حبيب الباكي يا سيد المتوكلين يا هادي المذلين يا ولي المؤمنين يا أنيس الذاكرين يا مبدأ الملهوفين يا مرجي الصادقين يا أقدر القادرين يا أعلم العالمين يا إله الحق يا إله الخلق أجمعين. يا من علا فقهر يا من ملك فقدر يا من بطن فخبر يا من عبد فشكر يا من عصي فغفر يا من لا تهفي الفكر يا من لا يدرك بسر يا من لا يخفى عليه اثر يا رازق البشر يا مقدر قدر كل قدر. اللهم إني أسألك باسمك يا حافظ يا بارئ يا ضارئ يا بادخ يا فارج يا فاتح يا كاشف يا ضامن يا يا من لا يعلم الغيب إلا هو يا من لا يصرف السوء إلا هو يا من لا يخلق الخلق إلا هو يا من لا يغفر الذنب إلا هو يا من لا يتم النعمة إلا هو يا من لا يقلب القلوب إلا هو يا من لا يدبر الأمر إلا هو يا من لا ينزل الغيث إلا هو يا من لا يبسط الرزق إلا هو يا من لا يحيي الموتى إلا هو. يا معين الضعفاء يا صاحب الغرباء يا ناصر الأولياء يا غائر الأرداء يا رافع السماء يا أنيس الأسفياء يا أبيب الأتقياء يا كنز الفقراء يا إله الأغنياء يا أكرم الكرماء. يا كافيا من كل شر يا قائما على كل شر يا من لا يشبه شر يا من لا يزيد في ملكه شر يا من لا يخفى عليه شر يا من لا ينقص من خزائنه شر يا من ليس كمثله شر يا من لا يغضب عن علمه شر يا من هو خبير بكل شر يا من وسعت رحمته كل شر. اللهم إني أسألك باسمك يا مكرم يا مطعم يا منعم يا مؤتي يا مغني يا مغني يا مفني يا محيي يا مرضي يا منجي.
أول كل شيء وآخرة، يا إله كل شيء ومليكة، يا رب كل شيء وصانع، يا بارئ كل شيء وخالق، يا قابض كل شيء وباسط، يا مبدع كل شيء ومعيد، يا منشأ كل شيء ومقدر، يا مكون كل شيء ومؤول، يا مهي كل شيء ومميت، يا خالق كل شيء وبارس. يا خير ذاكر ومذكور، يا خير شاكر ومشكور، يا خير آمد ومحمود، يا خير شاهد ومشهود، يا خير دائم ومدعو، يا خير مجيب ومجاب، يا خير مونس وأنيس، يا خير صاحب وجليس، يا خير مقصود ومطلوب، يا خير حبيب ومحبوب. يا من هو لمن دعا مجيب، يا من هو لمن أطاعه حبيب، يا من هو إلى من أحبه قريب، يا من هو بمن استحفظه رقيب، يا من هو بمن رجاه كريم، يا من هو بمن أصاه عليم، يا من هو في عظمته رهيب، يا من هو في حكمته عظيم، يا من هو في احسانه قديم، يا من هو بمن اراده عليم. اللهم اني اسالك باسمك يا مسبب و يا مرقب، يا مقلب و يا معقب، يا مرتب و يا مخرب، يا مؤذر و يا مذكر، يا مسخر و يا مغير. يا من علمه صادق، يا من وعده صادق، يا من لطفه ظاهر، يا من امره غالب، يا من كتابه محكم، يا من قضاؤه قائم، يا من قرآنه مجيد، يا من ملكه قدير، يا من فضله عميم، يا من عرشه عظيم. يا من لا يشغله سوء انساب، يا من لا يمنعه فعل انفل، يا من لا يلهي قول عن قول، يا من لا يغلطه سؤال عن سؤال، يا من لا يحجبه شيء عن شيء، يا من لا يبرمه إلهاه الملحي، يا من هو غاية مراد المريدين، يا من هو منتهى همم العارفين، يا من هو منتهى طلب الطالبين، يا من لا يخفى عليه ذرة في العالمين. يا حليما لا يعجب، يا جوادا لا يبخل، يا
صادقا لا يخلف يا وهابا لا يمل يا قاهرا لا يغلب يا عظيما لا يوسف يا عدلا لا يهين يا غنيا لا يفتقر يا كبيرا لا يصغر يا حافظا لا يغفر سبحانك يا الله.